شحات قرآن دوت كوم.
بسم الله فريق في الجنة وفريق في السعير فريق في الجنة ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير بسم فريق في الجنة فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته
وما اختلفتم فيه
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وصى به نوحا والأرض
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعمل
وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العظيم. شحات قرآن.com